في خبر عظيم صادم لكل المشككين والمروجين للأكاذيب والشائعات. أعلنت شركة العاصمة الإدارية تحقيق أرباح بقيمة 20 مليار جنيه في العام 2022 خلال اجتماع مجلس الإدارة مع الجمعية العمومية للشركة. العاصمة الإدارية اللي بيقولوا لك كل يوم إنها أخذت أموال المصريين ومشروع فاشل وملهاش لازمة، تحقق 20 مليار جنيه أرباح سنوية وتدفع منها 3 مليار جنيه ضرائب وتصل بقيمة أصولها المملوكة ليها ل 200 مليار جنيه. الترجمة الحرفية للتخطيط العبقري وتحويل الرمل لذهب. قبل عام 2015 كانت تلك الأرض لا تساوي قيمة الرمل الموجود فيها، أما اليوم فهي تساوي أغلى قيمة متر في جمهورية مصر العربية كلها. قصة نجاح تستحق التأمل والدراسة. إزاي قدرت مصر تصنع أجمل وأكبر مدينة في الشرق الأوسط لتصبح قبلة السياحة والمستثمرين دون تكلفة من موازنة الدولة؟ القصة ببساطة إن الدولة اتعلمت من المطورين العقاريين لما كانوا بيشتروا قطعة أرض من الدولة وبيعملوا مكت وبأفكار جاذبة وتسويق جيد بيتم البيع بالتقسيط، ومن مقدمات البيع بيبدأ العمل. الدولة قررت تنفيذ نفس التجربة ولكن على قطاع أكبر بكتير. الحكاية بدأت سنة 2016 لما تم تأسيس شركة للاستثمار العقاري بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وتم تخصيص محفظة من الأراضي للشركة. الأراضي دي كانت في الصحراء الجرداء حوالي 174 ألف فدان، يعني الوزارتين دخلوا مع بعض الشراكة بالأرض. طيب هنجيب برضو منين الفلوس اللي نمول بيها المدينة العالمية العملاقة دي؟ اللي حصل إن الشركة عملت زي أي مطور عقاري في السوق، إنه يبدأ يبيع المشروع على الورق بالتصميمات ونجمع مقدمات نبني بيها المدينة. ولكن نجاح التصور ده كان مغامرة محتاجة تسويق من نوع خاص، والخطة التسويقية اعتمدت على الإعلان إن المكان ده هيضم مقرات جديدة للوزارات ومقر جديد للحكم وأطول برج في إفريقيا وأكبر مسجد وأكبر كنيسة، وتم تخصيص مبلغ مالي بسيط كرأس مال للشركة يدوب مصاريف تكفيها لعمل التصميمات للمدينة والحملة التسويقية ليها، وبعض المنشآت الترويجية زي كنيسة ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم اللي تهروا نقد. وبالفعل انطلقت الشركة وعملت مكت للمدينة مع أكبر الشركات العالمية، وقسمت مصادر الدخل ما بين المصدر الأول، تم الإعلان عن إنشاء 6 تجمعات سكنية فاخرة التسليم خلال 5 سنوات بالتقسيط، وكانت المفاجأة إن الشقق كلها اتباعت خلال أسابيع. والمصدر الثاني، تم الإعلان عن تخصيص مناطق للشركات العقارية والمطورين العقاريين الكبار لعمل كومباوندات سكنية ومولات تجارية وأبراج إدارية، وبالفعل تم بيع المرحلة الأولى من الأرض خلال أيام. المصدر الثالث، تم الإعلان عن أراضي للسفارات الأجنبية وكله اتباع خلال أيام. وبدأ لأول مرة يدخل للشركة فلوس ودارت العجلة، ومن فلوس المقدمات والأقساط تم استكمال المباني زي أي شركة تطوير عقاري خاصة، وتم البدء في الحي الحكومي اللي بيضم الوزارات ومقر جديد للحكم ومجلس الوزراء والبرلمان والمدينة الثقافية ومدينة العلوم ومدينة الإعلام ومدينة العدالة. وخد بالك من التفصيلة دي، المباني دي مملوكة لشركة العاصمة المملوكة لوزارة الإسكان والجيش، واتعملت بفلوس بيع الشقق والفلل والأراضي، يعني موازنة الدولة لم تدفع فيهم مليم واحد. طيب أمال بأي صفة هتستخدم الوزارات المختلفة المباني دي؟ خد المفاجأة دي، كل مباني الوزارات دي هي مباني هيتم تأجيرها من الشركة لكل وزارة على حدة، لأن المبنى مملوك للشركة والإيجار هيذهب للشركة، يعني موازنة الدولة لم يصرف منها جنيه واحد على المباني الحكومية أو القصر الرئاسي، وكلها مباني مؤجرة للوزارات ومملوكة للشركة اللي بتاخد إيجارها آخر كل شهر. والوزارات دي هتجيب الإيجار من خلال استثمار مبانيها القديمة في القاهرة التاريخية، يعني صفقة الكل كسبان فيها، شركة العاصمة اللي هتاخد الإيجار والوزارات اللي جددت مبانيها بدون تكلفة إضافية عليها، والدولة اللي هي مالكة لشركة العاصمة وللوزارات واللي هتاخد منها رسوم وضرائب وأرباح. طيب نيجي بقى للمنطقة المهمة اللي انتشرت عليها شائعات كتير، وهي منطقة الأعمال المركزية اللي بتضم البرج الأيقوني. دي بقى تمت من خلال اتفاق بين شركة العاصمة
وشركة عقارية صينية رائدة إنها تتكفل ببنائها بالتقسيط على 20 سنة بقرض قيمته 3 مليار دولار، والقرض ده شامل المدينة كلها بالعشرين برج، مش البرج لوحده زي ما تم الترويج. وتم الاتفاق مع الشركة الصينية على تسليم الحي بالكامل في 2024 على أن تبدأ الحكومة في بيع وحداته أو تأجيرها، ومن خلال العائد يتم دفع أقساط القرض وتحقق هامش ربح كمان. يعني الشركة اللي بدأت بدون رأس مال تقريبا وبأرض كانت عبارة عن صحراء ما تسواش تمن الرمل اللي فيها إلى أغلى سعر للمتر في مصر، وبقت واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر، وهي اللي بتأجر للحكومة مبانيها، ولديها محفظة من الأصول تقدر ب 200 مليار جنيه. وخد بالك من المفاجأة دي، تم الإعلان إن الشركة دي هيتم طرحها، أو بمعنى أدق نسبة أقلية منها، في البورصة المصرية علشان تبقى مطروحة أمام كل المصريين إنهم يبقوا شركاء في الشركة دي بأسهم. وكل ما الشركة تكبر وتغتني أكتر، كل ما قيمة الأسهم هتزيد والربح يزيد للدولة المالكة للشركة أو للشركاء من المواطنين والمستثمرين، من أول اللي هيشتري سهم ب 100 جنيه لغاية 100 مليون جنيه. وللعلم قبل الفتي اللي هيخرج وهيقولوا لك الحقوا السيسي بيبيع العاصمة الإدارية، من قوانين البورصة المصرية إن المستثمرين الأجانب ما يمتلكوش أكتر من 49% من قيمة الشركة، يعني الإدارة هتفضل مصرية 100%، والشراكة شراكة في الأرباح على الورق في حصة أقلية مقابل زيادة تمويل الشركة لاستكمال باقي المراحل. بالعكس، الطرح في البورصة معناه شهادة نجاح وإنها شركة ناجحة وليها مستقبل واعد، ودليل على نجاح الشركة والمشروع وفرصة للشركة لزيادة رأس مالها عشان تزود مواردها وتزود الإنتاج وتبدأ في المرحلة الثانية والثالثة، لأن كل الكلام اللي قلناه ده مجرد مرحلة أولى. وهنا حد يسأل سؤال مهم تاني، طيب ليه الشركة ما عملتش مباني سكنية وإدارية بس، وما كانش له داعي مباني الوزارات ومقر الحكم الجديد؟ هقولك الإجابة بتتلخص في 3 أسباب. الأول، إن المباني دي كان وجودها مهم في خطة تسويق المدينة، وده اللي ادها ثقة أمام المستثمرين إنها واعدة، وخلى كل الأرض والسفارات والشركات تتسابق عليها وتتباع بمجرد طرحها. ثانياً، وده الأهم، إن الدولة المصرية كبرت وكانت بحاجة لمقرات جديدة مش مجرد مباني، ولكن هي نقلة تكنولوجية للإدارة الذكية لدولة عظمى بحجم مصر. ثالثاً، كنا محتاجين فتح شرايين الوادي الضيق والخروج من القاهرة التاريخية المزدحمة وتقليل الزحام الخانق من العاصمة الأم. وهنا حد ممكن يسأل سؤال تاني، مش كنا عملنا مكان العاصمة دي مصانع كان هيبقى أفضل علشان نزود الإنتاج؟ الإجابة ببساطة تعرفها لما تاخد بالك من اختيار موقع العاصمة بالقرب من إقليم قناة السويس. المدينة دي ببساطة معمولة علشان تخدم على أكبر مناطق صناعية في الشرق الأوسط حوالين المدينة، من أول إقليم منطقة قناة السويس. زي ما الدولة محتاجة مصانع، محتاجة أيضا معاها مقرات إدارية وشركات تخدم على حركة التجارة والتصدير، فهي مشروع مكمل لعمل الإنتاج وليس مضاد له، أو هي دي أو دي. وبجوار العاصمة أيضا بيوجد مدينة العاشر من رمضان الصناعية وامتدادها، ومدينة طربول جنوب القاهرة أحدث وأكبر مدينة صناعية من نوعها، والمدينة الصناعية جنوب التجمع، بخلاف وجود المدن الصناعية الروسية والصينية والهندية في السخنة ومحور قناة السويس، وكلهم على بعد دقائق من العاصمة. وهنا ممكن حد يسأل سؤال تاني، يقول لي أصل المدينة دي والعاصمة دي معمولة للأغنياء وبس. هقول له الكلام ده غير صحيح بالمرة، بل استفاد منها الفقير قبل الغني كمان. ليه؟ لأن نجاح شركة العاصمة المملوكة للدولة هو نجاح للدولة كلها، وحيكون مصدر دخل إضافي للدولة هيمكنها من تحسين الخدمات والصرف أكتر على الخدمات اللي بيستفيد منها كل الناس، من أول الصحة والتعليم والطرق والمواصلات العامة. والأهم إنها بتوفر فرص عمل للكل، وفتحت بيوت ملايين، من أول النجار للحداد للعامل للفني للمهندس، وخيرها واصل لكل فئات المجتمع سواء أثناء تنفيذها أو بسبب دخول الشركات الكبيرة مصر بسببها بمقراتهم الإقليمية واستثماراتهم. زي بالظبط ما برج خليفة مش كل الإماراتيين ساكنين فيه، لكن بسبب التسويق بيه كانت نقطة فارقة في جذب الاستثمار والسياحة لدبي اللي وصل خيرها لكل الإماراتيين. أما لو تقصد إنه محدش هيسكن فيها غير مستوى معين، فده حقيقي،
لأنها في الأصل مشروع استثماري اقتصادي هدفه الربح، الربح للجميع، وكل مبانيها غير مدعمة لدرجة إن حتى المباني الحكومية زي ما قلنا هيتم تأجيرها للوزارات. وده سبب نجاح المشروع، لأنه من البداية مشي بقواعد السوق والاقتصاد الحر. ثانيا، هدف المشروع إنه يكون موديل أفضل من دبي مش زي دبي، وإنه يجذب الشركات الدولية لعمل مقرات ملائمة ليها في مصر. والشركات دي بتتحرك زي القطيع، لو شركة كبيرة جت هتلاقي كل الشركات جت وراها. وعشان ده يحصل كان لازم توفير بنية تحتية مناسبة ليهم، من مباني وإنترنت وصرف صحي وشوارع وطاقة عصرية. ولو ده حصل هيدخل للبلد مليارات الاستثمارات من فرص العمل، واللي هتنعكس على ارتفاع الأجور ورفاهية المجتمع وغنى الجميع. ولكن ده برضو مش معناه إن الدولة ناسية محدودي ومتوسط الدخل في السكن. حوالين العاصمة وعلى قرب من دقائق منها في مدينة بدر والشروق والتجمع والعاشر من رمضان، ودول على وجه الخصوص. وفي كل مصر عامة الدولة عاملة مبادرات لتوفير مئات الألاف من الشقق بالتقسيط على 30 سنة بفوائد تكاد تكون منعدمة 3%، وسعرها في متناول أي فئة، لدرجة إن القسط في معظم الأحيان بيكون أقل من الإيجار. في النهاية بعد كل اللي سمعناه ده لازم نقف تحية تبجيل واحترام لصاحب الفكرة العبقرية اللي قدر يحول الرمل لذهب ويحقق كل الجمال والإنجاز ده من غير ما ياخد جنيه واحد من موازنة الدولة. ده كمان بيضيف ليها وبيضرب 10 عصافير بحجر واحد، عمل عاصمة جديدة عصرية تكون قبلة المستثمرين في الشرق والغرب، وتكون مقر للشركات العالمية والمالتي ناشونال في الإقليم وإفريقيا. لأن الشركات دي زي ما ذكرنا بتتحرك زي القطيع، بتتحرك مع بعض برؤوس أموال ضخمة اللي لو دخلت شرايين الاقتصاد هتخلق فرص للتشغيل والإنتاج وتزود بها الإنتاج وترتقي بمستوى المعيشة في المجتمع للكل. وكمان عمل عاصمة تخفف اختناق القاهرة القاتل والزحام اللي كان محتاج لحل جذري، وكمان تضم مقرات عصرية للمنشآت الحكومية تتناسب مع التحول الرقمي والتطور في إدارة الدولة وتليق بالمصريين ومستقبلهم. كل ده بخلاف تغيير الصورة الذهنية عن مصر إنها دولة عصرية وليست دولة زحام وجمال، وتأثير ده على جذب الاستثمار الأجنبي. كل ده بالإضافة لتأثيرها على دعم وتنشيط السياح، وإن شاء الله بكرة بعد اكتمالها هتكون سبب في نالة اقتصادية كبيرة للدولة المصرية كلها على غرار سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وكوريا الجنوبية والإمارات. ودورك الوطني هو الرد على المغيبين والمضللين والدفاع عن بلدك، ملكك، عن كرامتك وبيتك ومستقبل عيالك. حفظ الله مصر وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.